السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الشباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعتكم أشوفكم مقطع جديد. هسا عنا تحدي من تحديات المقاومة للأسبوع السابع، لو بحكي لك إنشاء اتصال بالجهاز بالقرب من تقاطع كوزي أو البستان الزيتي. واحد بتروح على واحد من هذول الثنتين، أمس بيجت عند البستان الزيتي. وهنا شباب لا تستطيعون اشتراك في القناة، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس كل جديد من تحديات أو جلتشات. وخلينا نبلش على طول. هاي نقطة اتصال يا شباب، وبعدين بيطلع لك تحدي لو بحكي لك استبدال ذخيرة الاي او برصاص زائف. عليك تروح تعمل موقعين. انا هين في عندي هون هسه خمس مواقع، اخروح مع موقعين سريعات موجودات وين في منطقة الابراج المائلة عم تلتد. هي راح نلاقي اول موقع عندنا راح يكون هون، هروح مع بعض عليه سريع سريع بسرعة هنطلع عليه. انا وشون خربطت فكرت تحت بس بطلع من فوق. هي نسه هون فوق، هنطلع بسرعة. هاي هون هي الموقع الاول، عليك تكبس عليه وبتخلص هذا الموقع الاول. خروح الموقع الثاني كمان قريب عليه جدا، هي راح يكون هون عندنا اول الابراج المائلة مع بعض. خروح عليه سريع سريع سريع. يا يعني احنا رايحين هسه على الموقع يا شباب، لا تدعمونا، خلينا نحاول ننهي هذا المقطع. وهيك شباب بكون عندنا نهاية المقطع لليوم من تحديات الموسم، موسم تحديات المقاومة. ولا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او شات. ومع السلامه، بيس.